مناقيش، هنعمل مناقيش جبنه ومناقيش زعتر. وصفه سهله جدا ومناسبه برضو في الحر اللي احنا فيه، مش هتاخد ابدا اي وقت. عجينه كده على طول هتعمليها، تركنيها شويه تخمر، على طول تشكليها وتحط لها بقى زيت زيتون وزعتر وجبنه وطماطم، يعني لطيفه جدا، تنفع في العشاء، تنفع في الغدا كمان مع اكلات تانية، في النادي بقى، في حمام السباحه تاخديها مع طبق سلطه، ظريفه جدا يعني، ان شاء الله تعجبكم. بصوا المقادير معايا: 3 كوبايات من الدقيق، دي مخبوزات، عليهم بقى رشة ملح، معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من السكر، هنحتاج كمان تقريبا 3 معالق كبار من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي أنت عايزاه براحتك، ومعايا مية دافية علشان نعجن بيها. تمام، هنحتاج بقى كمان جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، معايا شوية زعتر، معايا طبعا زيت زيتون هخلطه مع الزعتر، معايا سمسم عشان الوش يعني بتاع المناقيش، وطماطم شيري وبس. خلاص، وصفة بسيطة جدا 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 وسهلة. نطلع بولة اهو، ونحط الدقيق. دقيق المخبوزات بيفرق جدا في نجاح الوصفة، خلي بالك. نحط عليه رشة ملح كده، ونحط بقى السكر والخميرة، نحط كمان الزيت. تعالى يا زيت، زيت زيتون او زيت نباتي عادي، زيت عباد شمس او زيت ذرة، كله ينفع. والكاتل هنا فيها مية دافية، هخليها بقى كده جنبي علشان ايه اهو، اول ما العجينة تلم معاكي كده يبقى هي خلاص تمام. احنا ايه، هنزود ميه لغايه لما تلم. بس بتبقى ظريفه جدا وسهله، يعني انت لو وقفتي عملتي ده وقعدتي تعجني فيها كده 3 4 دقائق وتركنيها تخمر، هتخمر هوا اصلا علشان الجو الحر اللي احنا فيه ده، هتلاقيها نص ساعه ولا حاجه بالكتير، انت سايباها في المطبخ كده متغطيه هتلاقيها اتخمرت. ومفيش احلى بقى من ان انت تحط لها شويه جبنه، زيت زيتون، زعتر، سمسم، حبه البركه، هتلاقيها لذيذه قوي. كده هي كده لمت معايا وتمام. اعجني فيها دقيقتين ثلاثه بس، ظريفه جدا. بصوا بقى لما بتتنفخ كده بتبقى حلوه قوي اصلا، يبقى انت ايه مديها بوكس بقى كده على طول، تلاقي بقى كل الهوا ده نزل. ظريفه جدا. تمام، هجيب شويه دقيق ورش كده رش الدقيق على الكاونتر كده، ونطلع العجينه. ممكن بقى تقسميها كور، بس بتبقى ايه ناعمة وطرية وإلاستيك كده، تحفة مغرية جدا ان انت تشكليها بقى كل الاشكال اللي انت عايزاها. عايز تعمليها بقى صغيرة، عايز تعمليها كبيرة، برضو دي حاجة ترجع لك. فانا ايه، هاخد مثلا كده الكورة منها، نعمل كده ايه كور 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 كمبيوتر. انا بحب الفيلم ده قوي. تاني خلاص يا جماعة، انتوا حفظتوا عرفتوا ان انا من بتوع قفشات الافلام. غاوي قفشات افلام، الموضوع ده بالنسبه لي مهم، وازعل قوي بقى لما الاقي اللي قدامي مش فاهم انا بقول ايه. الله، انتوا مش متابعين ولا ايه؟ كده عملنا ايه، ناخد الكوره الظريفه دي ونفردها كده اهو. قوم كده العجينه كده برمه خفيفه
من هنا كمان. كده هنعمل لها كده ايه بوز كده، ده بالشكل ده، ظريفة جدا. طبعا قبل ما احط لها اي حاجة ولا ادهنها اي حاجة عايزة انقلها في الصاج علشان اعرف اتعامل معاها كده. اهو طلعت كبيرة شوية، احنا ممكن ايه نقصرها حبة كده هتبقى على قد الصاج ده. والعجينة دي عادي الزيادة دي بنرجع نعجنها تاني مفيش مشكلة. اهو بنعمل ايه بقى، عايزة اجيب بولة برضو صغنونة احط شوية بقى من زيت الزيتون والزعتر. تعالي يا زيت الزيتون اهو، الكمية اللي انت عايزاها يعني مفيش مقدار معين. وهنحط الزعتر برضو كمية الزعتر زي ما انت عايزة. هجيب كده ايه هنا شوكة وممكن الفرشة بقى وندهنها كده ايه بزيت الزيتون والزعتر كده ومن بره كمان. مش قادرة اقول لكم بقى الريحة دلوقتي عاملة ايه، دلوقتي فظيعة. كده ومعايا بقى ايه الجبنة الشيدر والجبنة الموزاريلا، هنحط هنا كده شوية من الجبنة الشيدر. شوية من الجبنة الموتزاريلا. ايه المشكلة بقى لما تعمليها وتاخديها معاكي النادي بقى، انتي قاعدة كده قدام حمام السباحة الولاد عمالين ايه يلعبوا، اللي يطلع من حمام السباحة جعان تقومي على طول ايه مديه له واحدة تبقى جميلة وحلوة. نرش بقى ايه شوية سمسم كده على الأطراف كده، وكمان شوية من حبة البركة. كده اهو كده اهو بس كده. معنا بقى شوية طماطم تشيري، بس اجيب السكينة ون ايه ونقطع منها كده ايه ممكن نعمل هذه الحركة لو تحبي تبقى برضو ظريفة. السكينة ضعيفة ورخمة يعني ايه غلسة السكينة دي اهو اهو بس كده. وتدخل الفرن، فرن سخن على درجة حرارة 200، هتاخد لها تقريبا يعني 6-7 دقايق بالكتير. هتلاقي شكلها بان انها ايه استوت واخدت لون من تحت والجبنة ساحت، هتبقى بقى مناقيش روعة وسهلة جدا. زي ما قلتلك ممكن بعد ما تستوي تقطعيها كده ايه بالطول كده، يعني تقطعيها كده شرايح فتبقى سهلة الاكل، وفيها الجبنة وطعم الزعتر بقى مع زيت الزيتون اكيد انتوا عارفين يعني رهيبة. حطها في الفرن وانا طبعا محضره منها مستوي، هجيبها علشان نقدمها مع بعض. عايز اطلع اللي في الفرن دي بسرعه حالا عشان ايه ما اسيبهاش اكتر من كده. يا سلام يا سلام، ظريفه بشكل بقى نصه، وريحتها تجنن، اخدت لون ظريف جدا من تحت وهايله نصه.
بصراحة يعني عظيمة، جربيها واعمليها معاكي وانت خارجة مع الولاد، هتعجبهم جدا ان شاء الله. يلا نحطها هنا كده معاهم كده، بس ونبتدي بقى دلوقتي على طول في القهوة المثلجة اللي احنا بنشربها في الكافيهات وفي الأماكن العامة كده، تبقى متلجة كده ولذيذة ان شاء الله، هنعملها سهلة جدا. هقول لكم بقى ايه المقادير.